هناك شروط للنظافة العامة عند إعداد الطعام في مطبخ المنزل. بعض هذه الاشتراطات تتضمن ضرورة عدم ارتداء الخواتم أثناء الطبخ من أجل تفادي انتقال أي ميكروبات إلى الطعام، وكذلك تخصيص سكاكين وألواح تقطيع للخضروات والفواكه وأخرى طبعا للحوم النية. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور هيثم فتحي، متخصص في سلامة الأغذية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. يعني أنت أكيد هذا الشيء بتعايشه بشكل دائم، إذا تقدر تقول لنا إيش هي أبرز الأخطاء اللي بيقع فيها الرجل أو المرأة داخل المطبخ؟ أنا قبل ما أتكلم عن الموضوع ده محتاج بس أنوه لحاجة، إن مش بس الأكل الفاسد هو اللي بيسبب مشاكل للناس اللي هتاكله. طبعا الأكل الفاسد بطعم وريحة متغيرة، لا، ده ممكن يكون أكل بطعم وريحة عادية جدا جوه البيت ويسبب مرض ومغص وألم في المعدة وقيء. من ضمن العادات السيئة، هي العادات السيئة من أهم الأسباب لحدوث المشاكل دي. زي على سبيل المثال جوه الثلاجه او اللي بنقول عليها البراد، ستات البيوت بتحط الاكل الني على الرف العلوي والاكل الجاهز تحت، اكل جاهز زي الكيكه سلطه، وده بيؤدي ان الميه او الدم من الاكل الني ممكن ينزل على الاكل الجاهز، وده يسبب مشاكل للناس اللي هتاكله. حتى لو كان متغلف او محطوط في كونتينر، لو متغلف مفيش مشاكل، لكن في نسبه خطوره من الموضوع ده، لان مش هنقدر طول الوقت نشوف الاكل الني ده جوه الثلاجه، فبنقفل الباب وخلاص. فاحتياطيا المفروض ان الاكل الني ده يتحط على الرف السفلي، واي اكل جاهز يتحط على الرف العلوي. برضو من ضمن المشاكل او العادات السيئه اللي بتحصل جوه المطابخ، التعامل مع الاكل الني والاكل الجاهز في نفس الوقت من غير غسيل الايد. على سبيل المثال زي ست البيت لما بتيجي تشوي الاكل الني، او رجل البيت تمام، لما بتيجي تشوي الاكل الني، هي ندي مثال زي الكباب مثلا. ست البيت بتحط الاكل اللحم الني على النار، وفي نفس الوقت بعد ما بتطبخ بنفس ايديها من غير ما تغسل ايديها بتلمس اللحمه المشويه، ده بيسبب مشاكل. لان عايزين ندي قاعده ان الاكل الني ده حيوان مذبوح، يعني الجهاز المناعي بتاعه صفر، يعني النشاط البكتيري او الميكروبي عليه عالي جدا. فبعد ما تلمس الاكل الني المفروض مهم جدا انك تغسل ايديك قبل ما تلمس الاكل الجاهز. الحل للموضوع ده زي ما قلنا غسيل الايد بعد التعامل مع الاكل الني وقبل التعامل مع الاكل الجاهز. ولو الاكل بكميه كبيره جدا طبعا هيبقى من الصعب ان الست تغسل ايديها كل شويه، فالافضل ان الشخص يتعامل مع الاكل الجاهز بعد الشوي، وشخص ثاني خالص يتعامل مع الاكل الني. ده من ضمن الحلول. في من ضمن الاخطاء برضو داخل المطابخ ان تكون الست لابسه اكسسوارات بكميه كبيره جدا، لان الاكسسوارات دي هي بتستعملها في عمليه التنظيف اثناء العمليه المنزليه. يعني ما يكون تكون الايد خاليه من اي مجوهرات واي اكسسوارات. ده حاجه طبيعيه جدا. لو على الاقل خاتم الجواز او خاتم الخطوبه ده ما فيش من اي هذا، يعني ليش؟ لانه الاغراض اللي لابستها هتنقل بكتيريا. أيوة يعني تمام. من ضمن الحاجات برضو السبب الثاني ان عمليه التنظيف بتاعت الايد مش هتبقى بشكل جيد، لان الخواتم دي بتخبي تحتيها اوساخ وميكروبات. كمان نبقى في عمليه التنظيف، موضوع اللي هي استخدام لوح للتقطيع في بعض الاحيان من نوعيه من الاستسهال، يعني انه الخضروات واللحوم وكله يعني على نفس اللوحه. تمام. هو ايش المخاطر؟ هو في طبعا لو المطبخ كبير المفروض بتخصص ادوات معينه للتعامل مع الاكل الجاهز وادوات تانية بتتعامل مع الاكل الني، وممكن تكون الادوات دي مترمزه بالالوان، يعني مثلا السكينه اللي لونها احمر دي للحم، اللحمه النيه اللي لونها اخضر دي للخضار. صح. دي من ضمن الوسائل. لو المطبخ صغير وفي بس اداه واحده، سكينه واحده او لوحه تقطيع واحده، يبقى في الحاله دي يفضل تقطيع الاكل الجاهز قبل تقطيع اللحم النيه او قبل تقطيع الاكل النيه. نعم. ولو خلاص الموضوع يعني ما فيش منه حل، لازم تقطع اللحمه النيه الاول، فلازم يحصل غسيل بشكل جيد قبل تحضير الاكل الجاهز. طريقه الغسيل طبعا الناس كلها عارفه ان بتستعمل صابون، لكن الناس مش عارفه ان الصابون ما بيقتلش البكتيريا. الصابون العادي اللي احنا بنستعمله هو بس بيقوم بعمليه التنظيف، بيشيل الاوساخ، فلما بتشيل الاوساخ الميكروبات اللي في الاوساخ دي بتروح مع ال كيف نغسل يعني اذا مش صابون؟ في مواد كيميائيه موجوده في الاسواق، حاجه اسمها مطهر، ديسنفكتنت. فاما تشتري الصابون تشتري معاه مطهر. المطهر ده بعد مثلا لو عندنا السكينه بننضفها بصابون، وبعد كده بنشطف، وبعد كده بنستعمل مطهر. ده عباره عن سبراي بيقتل البكتيريا، وبعدين نقدر نستعمل. حفله يا دكتور هيثم. لو كده ده لو المطهر مش موجود ممكن نستعمل ميه سخنه. ايه الميه السخنه برضو بتقتل البكتيريا. طيب. زي
زي المطهرات. طب وكمان في إهمال عادة في تنظيف الثلاجات بشكل عام، يعني بس كده أنه مسح عام لها، يعني هل هذا الشيء كمان ممكن يأثر؟ طبعا عملية كتير جدا تفتح الثلاجة تلاقي فيها بقايا أكل موجودة بقالها أسبوع وبقالها أسبوعين، دي من الحاجات اللي ممكن تلوث الأكل وتسبب مشاكل كبيرة جدا. أي سطح يعني بقايا ملامس الأكل هتأثر على الأكل التاني اللي موجود في طبعاً الثلاجة. طبعا الناس بتتساهل وبتحط الأكل من غير غطا جوه الأكل جوه الثلاجة، وده من الحاجات اللي بتسبب مشاكل كبيرة جدا. غسل الفرن والثلاجة وأسطح المطبخ أي مرة سطح؟ كل يوم ولا مرة في الأسبوع ولا كم مرة يعني؟ تمام، ما نقدرش نحدد عدد المرات، ده بيبقى على حسب الاستخدام، يعني لو كمية ده بيعتمد على الشخص اللي بيتعامل مع المطبخ، من نظرته للبراد او للاسطح اللي بيشتغل عليها بيقدر يحدد والله انا النهارده محتاج انظف او مش محتاج انظف. اي يعني مساله التنظيف ما لها مثلا ما لهاش عدد، على حسب نسبه الاوساخ اللي موجوده ورؤيتك انت للحاجه. اذا كل يوم بتستخدم المطبخ يعني لكل يوم يفضل في قاعده بتقول التنظيف حيثما تذهب. نعم. يعني اي مكان بتشتغل عليه تنظفه قبل ما تروح على اي مكان ثاني هو المطبخ. جميل. ممتاز، شكرا جزيلا طبعا دكتور هيثم فتحي المتخصص في سلامه الأغذية، تحدثنا عن الممارسات الخاطئة في المطبخ. شكرا جزيلا لك. شكرا.